المارمار، المارمارس هو عبارة عن أصوات، أصوات أسمعها خلال الكاردياك سايكل. بس شنو هذن الأصوات؟ هذن الأصوات هي أبنورمال، لأن أنا عندي أصوات نورمال، عندي نورمال هارت ساوند S1 و S2. زين، المارمر هو أبنورمال ساوند، يعني أصوات أبنورمال أسمعها أسميها مارمر. أكو أصوات أسمعها خلال السيستول، وأكو أصوات أسمعها خلال الدايستول. اللي أسمعها خلال السيستول أسميها سيستوليك مارمر، واللي أسمعها خلال الدايستول أسميها دايستوليك مارمر. زين، هذن الأصوات شلون دا تصير؟ شنو سبب تكون هاي الأصوات الأبنورمال؟ سبب تكونها هو توربنس إن دي بلاد، يعني يصير عندي خلل بالتدفق مالة الدم. زين، نتيجة لتضييق مثلا الصمام أو ارتجاج الصمام، ترهل الصمام، فتوربنس بالبلاد. زين، خلال ما يمشي خلال الفالف، إذا الصمام مثلا صاير بيستينوسيس أو صاير بيريجورجيتيشن مثل ما راح نشوف، فراح يطلع لي مارمر. فالوفيولار ديزيز، يعني الأمراض اللي تصيب الصمامات مالت القلب، may prevent adequate closure of the valve. ممكن أكو أمراض تمنع لي إنه يصير عندي انسداد تام للصمامات، لذلك الدم راح يرجع لي ورا، راح يرجع لي ورا، لأن الصمام ما انسد زين. زين، so the blood regurgitates back through the partial closed valve، راح يرجع لي ورا خلال الصمام اللي ما انسد زين. زين، شلون اسدت اللولة؟ يعني مو لولة، لا لولة غير شي، بس قصدي انه اذا صمام ما انسد زين، راح الدم انه بيرجع، من يصير اكو تقلص للبطين راح يرجع للأذين، هاي سميها regurgitation. زين، this will occur during systole in the case of mitral or tricuspid incompetence. يعني اذا المايترال فالف او التريكاسبيد فالف ما انسدن زين، فراح الدم يرجع من البطين للأذين خلال السيستول. خلال السيستول راح الدم يرجع من البطين إلى الأذين خلال المايترال والتريكاسبيد. فالشي الطولي راح يطولي سيستوليك مارمر، أسمع سيستوليك مارمر. بينما خلال الدايستول، زين، راح أسمع دايستوليك مارمر مثل ما قلنا. بس هنا شو يقول لي؟ يقول لي إذا الصمام الأيورتيك فالف والبولمونري فالف ما انسدن زين، راح أسمع المارمر خلال الدايستول. زين، يعني الريجورجيتيشن أسمعه خلال الدايستول بالأيورتيك والبولمونري، وأسمعه خلال السيستول بالمايترال والترايكاسبيد. إذا عدي mitral regurgitation أو tricuspid regurgitation، إنه الصمام مدى ينسد زين، فراح أسمع المرمر خلال السيستول. وإذا كان عدي aortic regurgitation أو pulmonary regurgitation، فراح أسمع المرمر خلال السيستول، لأن هنا همين الصمام مدى ينسد زين. زين، السلايد البعد، السلايد الثالث، راح نصارف إنه الصمام مدى ينفتح زين، مو مدى ينسد زين. اذا مدى ينسد زين راح يصير عندي regurgitation، اذا مدى ينفتح زين، زين، راح يصير عندي stenosis، تضييق. فالمرمر ايضا ممكن انه يصير بسبب تضييق للفتحة مالت الصمام للفالف اورفيس، اللي هاي الحالة سميها stenosis. فالمرمر راح يحدث خلال مرور الدم السريع خلال الفتحة الضيقة مالت الصمام، لذلك المايترال ستينوسيس والترايكاسبيد ستينوسيس راح يطولي دايستوليك مارمر. شوفوا، المايترال ستينوسيس والترايكاسبيد ستينوسيس يطوني دايستوليك مارمر، بينما الريجورجيتيشن الطاني دايستوليك مارمر مالتهن. زين، وطبعا يعني الصوت اكثر شيء راح اسمع بنهاية الدايستول. زين، من الاتريال كونتراكشن راح يدفع له الدم خلال الفالفات. بينما اذا كان عندي ايورتيك ستينوسيس
عن pulmonary stenosis زين راح يصير عندي systolic murmur، راح يصير عندي systolic murmur. اذا انتم سووها هذه سووها مثل الجدول، انه اذا عندي mitral and tricuspid split stenosis يعطيني diastolic murmur، واذا عندي mitral و tricuspid regurgitation يعطيني systolic murmur. زين وذن الاثنين عكسين، الايورتيك والبلمونري ستينوسيس عكسهن. زين if the turbulence produce vibration of the chest wall with low frequency component، يعني مرات هذا التدفق هذا الاضطراب راح يعطيني مثل الاضطرابات مثل الذبذبات للجدار مالت الصدر، ويكون التردد مالتها قليل. هاي الفابريشن اقدر احسها من اخلي ايدي على الصدر مالت المريض، من اخلي ايدي على الصدر مالت المريض راح احس مثل الذبذبات على صدره، تردداتها ضعيفة. فهذا يعني راح اسميها ثرل. معنى كلمة ثرل هو palpable murmur. palpable murmur ينتج نتيجة للذبذبات تكون موجودة على جدار الصدر، من اخلي ايدي على صدره راح اسمع اكو ذبذبات. In general, low frequencies can be felt rather than heard. المرمر إذا كان تردده ضعيف راح أتحسسه أكثر مما أسمعه، بينما إذا المرمر تردداته عالية راح أسمعه بالسماعة أحسن مما أتحسسه. زين هسه خلصنا المرمر، نجي للموضوع الثاني اللي هو الهارت بلوك. Duration of the PQ يعني الفترة بين الويف بي ويف وبين الكيو ويف، or it is often called PR interval يعني الفترة بين البي ويف وبين الار ويف، هذه الانترفال يعني هذا الفاصل بين البي ويف وبين الار ويف في الاي سي جي. فهذه شو اسميها PR interval؟ هي measure of conduction time in the bundle، فترة أو فترة الوقت وقت توصيل الكهرباء خلال الباندل باندل أوف هيس. زين فهاي إيش قد فترتها؟ فترتها النورمال 0.5 إلى 0.15 إلى 2 بالعشرة ثانية. هاي البي آر انترفال هي مقياس توصيل الكهرباء بالباندل. زين وفترتها تكون من 0.5% إلى 0.2 بالعشرة من الثانية. أي خلل يصير بهذا راح يصير عندي يعني مشكلة، أي خلل يعني إذا هاي الفترة صارت أطول راح يصير عندي مشكلة. فأني longer time denote delay in the transmission along the bundle and maybe further runner of the complete failure of the conduction along the bundle راح أسميه heart block. يعني أي مشكلة راح تطول لي هاي الفترة هاي الأجزاء من الثانية زين وتسوي لي delay بالترانسميشن، بطء بالتوصيل مالت الكهرباء على طول الباندل، وممكن تسوي لي complete failure of conduction يعني ممكن مدى تتوصل الكهرباء نهائيا. فهاي الحالة سميها heart block. يعني الهارت بلوك يصير عندي مشكلة بتوصيل الكهرباء خلال الباندل باندل of his و Purkinje fiber. زين complete heart block يصير when the ventricle will be cut off from the pacemaker and will stop beating. يعني راح ينقطع الفنتريكل عن البيسميكر. البيسميكر هي الاساي نود اللي موجود بالاتريوم اللي تولد الكهرباء وتخلي الفنتريكل يتحرك. فمن يصير اكو انقطاع للتوصيل بين البيسميكر اللي بالاتريوم عن الفنتريكل راح الفنتريكل يتوقف عن البيت ويصير عندي كومبليت هارت بلوك. كومبليت هارت بلوك زين however they may be restart at a low independent rate. ممكن انه صح انه الفنتريكلز انقطع عنهن الكهرباء بس راح يشغله مولده مال البيت مالتهن. ايه هيك بالضبط ممكن يرجع الفنتريكل يضخن مرة ثانية على الرغم من انقطاع الكهرباء مالتهن، بس اللي راح يكون الريت مالتهن independent يعني ما يعتمد على البيس ميكر
اللي بالاثريوم. زين، اللي راح يصير عندي inherited rhythmaticity of the ventricular muscle، لان العضله مالت الفنتريكل راح تقوم هي تولد الكهرباء. انا بالنورمال ما عندي فنتريكل يولد كهرباء، بس راح اشوف انه العضله مالت الفنتريكل هي راح تقوم تولد للكهرباء. زين، اذا انقطع عنها الكهرباء اللي تجيني من الاس اي نود اللي موجوده بالاتريوم. زين، تقريبا الريت، الهارت ريت، اذا واحد عنده هارت بلوك واقيس، اقيس الهارت ريت مالته راح القاه 30 بيت بير مينت. انا النورمال الهارت ريت 60 الى 100، فالقاه 30. زين، the rate about 13 beats per minute is often too slow for efficient circulation. راح يكون كلش بطيء حتى يوفي لي الدورة الدموية. زين، in all probability the SI node and atrium will continue at the original rate. يعني إذا صار عندي complete heart block الأتريوم يبقى الريت مالته طبيعي 70 زين بيت بير مينت، بس الفيتريكل راح الريت مالته يكون بطيء 30 بيت بير مينت. زين، atrial contraction will cease to be effective in the aiding the circulation as many will occur while less the AV valve are shunt. يعني تقلص الأذينين راح ينقطع عن شو اسمه، عن الفائدة السيركوليشن. يعني ما راح يصير هذه يعني ما راح يصير اكو فائدة للتقلص مالتهم حتى يوفوا لي السيركوليشن، لان الحالة الطبيعية مالتي انه هن يتقلصن ويدفعن الدم راح للبطين، والبطين هو يضخ، فما يفيد التقلصات مالتهم اذا هو اصلا البطين ما يضخ. زين، الهارت ريت مالته يعني 70 30 بيت بير مينت. زين، فيعني الاي في فالف راح يكونون مثل العبارات، يعني كانما مثل العباره، يعني مجرد ينقلون الدم بس مو بشكل متناسق بين الاذين وبين البطين، لان الاذين الهارت ريت مالته 70، البطين الهارت ريت مالته 30، مثل العبارات يكونون. زين، فالاي سي جي راح يرويني نيومرس بي ويف، يعني راح اشوف اكثر من بي ويف بالاي سي جي. But if you abnormal QRS complex راح اشوف ال QRS abnormal، يعني QRS complex يكونون abnormal and there will be no time correlation between them. يعني ما اكو تنسيق بين ال P wave وبين ال QRS، ما اكو تنسيق، ما اكو فواصل متزامنة. احنا المفروض انه الفاصل بين ال P wave وبين ال QRS ثابت بكل الليدات، بس بالكومبليت هارت بلوك ما يكون اكو فواصل ثابتة. البي ويف واحد والكيو ار اس واحد، ليش؟ لان البي ويف هي تمثل التقلص مالت الاذين، والكيو ار اس يمثل التقلص مالت البطين، فاذا هو كل واحد ده يشتغل وحده. زين، فما اكو تنسيق بين البي ويف وبين الكيو ار اس كومبلكس. حفظوها فقط هيك، هي يمكن هذه اكو رسومات نشوفها. In such a case, an electrical stimulator may be implanted in the axilla or abdominal wall and connected to the electrode in the ventricle. بهاي الحالة إذا واحد عنده complete heart block راح يروح للطبيب مال القلبية، وطبيب القلبية راح يزرع له جهاز، يعني هو جهاز حتى شو اسمه يسوي له electrical stimulator. هذا وين يزرعه؟ لو يزرعه بالأكزيلا، لو يزرعه بالأبدومينال وول، ويربط هذا الجهاز مع يعني الكتروت موجودة بالفيتريكل حتى يخلي الفيتريكل يتقلص أسرع، يتقلص أسرع، لأن الفيتريكل هارت ريت مالته 30، يخليه يتقلص أسرع 30، يخليه يعني تقريبا 70 شو شقد. زين، فيزرع له جهاز شو اسمه implanted cardiac device اسمه هيك شيء. زين، فهذا الجهاز يعني بأنواع طبعا، وهو يعني يعني اعتبره يعني راح يشتغل كارتفيشال بيس ميكر، يعني مولد كهرباء جديد بدل من مولد الكهرباء اللي انقطع عن الفيتريكل. زين، فالفيتريكل فيتريكولار كونتراكشن راح تتبع نفس الريت اللي يجيني من الالكترونيك سيركويتس. زين، يعني راح التقلص مالت البطين راح يكون نفس معدل
الدوائر الكهربائية اللي يجيني من الجهاز اللي زرعه ببطن المريض، تقريبا 20 × 10^6 جول من الانرجي احتاجهن بكل بالس بكل ضربة. زين، if ventricular beat originate as some ectopic focus, an abnormal QRS complex will appear in the ECG. مرات يعني يصير عند ضربة يسميها ضربة الهاجرة، انه الفيتريكل وحده يقوم يضرب هيك، فالضربة هاجرة ما بها تناسق. فشوفوا هسه الصور، شوفوا هسه الصورة من اليسار لليمين، من اليسار اول وحده نورمال، ثاني وحده نورمال، ثالث وحده نورمال، شوف الرابعه شلون صار مخربط عن البقيه. هاي الرابعه هي هيك ضربه هاجره اكتوبيك بيت طلعت هيك من الفنتريكل. زين، هاي الضربه الهاجره يعني مو فد شيء مخيف، بالعكس فد شيء عادي. انتم مو مرات تحسون هيك فد اجت هيك ضربه قويه بقلبكم، فهذه اكثر شيء تكون موجوده باليونج ادولت، اسميها اكسترا سيستول او اسميها دروبت بيتس، فشي كلش عادي. يعني ليش اسميها دروبت بيتس؟ لان الاكتوبيك بيتس may prevent the next pacemaker beat from contraction of the ventricular muscle، يعني تمنع لي يعني الضربة التالية مالت البيس ميكر من الكونتراكشن مالت الفيتريكولار ماسل. زين، يعني اني يعني شنو معناتها؟ معناتها انه يتقلص الاذين، يتقلص البطين، يتقلص الاذين، يتقلص البطين، وبعدها راح يتقلص الاذين، تطلع لي اكتوبك بيت تمنع من تقلص البطين التالي. زين، تطلع لي اكتوبك بيت تمنع من تقلص البطين، فراح يتقلص فقط الاذين ما يتقلص البطين. زين، بعدها راح يرجع التناسق مره ثانيه، يتقلص الاذين والبطين، اذين وبطين، اذين وبطين، والوضعيه طبيعيه. زين، therefore a pause until the next successful beat arrive. يعني راح يصير عندي مثل الوقفة لحد ما يرجع الضربات الطبيعية. زين، نجي هسه للاي سي جي. هسه اللي حكيناهن يعني مواضيع يعني عامة، مارمار وهارت بلوك. نجي هسه للاي سي جي. الاي سي جي هو جهاز الكتروكارديوغرام، هو invasion of the cardiac muscle by contraction wave is associated with electrical changes. يعني هو يسجل لي النشاط مالت العضلة القلبية، زين، عن طريق تمثيلها على شكل ويفات. زين، ويرويني التغيرات الكيميائية، التغيرات الكهربائية. These potentials، هذه الجهود راح تدون recorded وتسجل at points remote from the heart، يعني تدون على شكل points، يعني خلي هو الليدات بشكل يعني متباعد عن القلب، يعني هسه راح تشوفوني بشكل متباعد عن القلب، ويسجل لي يعني كل ليد يسجل لي من جهته. زين، and after electrical amplification may be displayed on the pin recorder or cathedrae اوسيلسكوب. يعني راح يتم تضخيم الموجات الكهربائية اللي تصدر لي من القلب، زين، ويتم تسجيلها على البين ريكوردر او على الكاثيتري اوسيلسكوب. هاي الميكانيزم يعني الميكانيكي مالتها. فالويف اللي احصلها من تسجيل الكهرباء راح اسميها اي سي جي. اكو عدة ويفات تكون موجودة بالويف فورم. زين، وراح نشوفهن هسه راح نشوفهن. فمثلا اول شيء يكون عندي البي ويف، بعدين الكيو ار اس، وبعدين التي ويف. اول شيء البي ويف بسلايد رقم 14. بي ويف هي تقابل ل speed of excitation from SA node over the arterial muscle، يعني الكهرباء اللي تطلع لي من الSA node وتروح تنتشر بالarterial muscle. زين، هي تمثل لي البي ويف، يعني البي ويف تمثل لي الاتريال سيستول. زين، propagation of the contraction wave down to the bundle of his does not produce any detectable external electrical change. يعني من تمشي الموجة مالت التقلص
وتروح للباندل اوفيس ما راح تنتج لي فالتغيير كهربائي يسجل، ما تنتج لي من توصل للباندل اوفيس. It is denote on the ECG by isoelectrical PR interval. هذا الفاصل بين ال P وبين ال R هذا يمثل لي انتقال الكهرباء خلال الباندل اوفيس، ما تنتج لي كاردياك او الكتريكال تشينجز محددة، ما تنتج لي ويف يعني زين، فما راح يسجل لي اي شيء. بعد ال P ويف راح ينتج لي ال QRS. ال QRS هي عبارة عن ventricular excitation، من يصير تحفيز للفيتريكل راح يصير عند ال QRS. والتي ويف راح يكون بنهاية هذا ال نهاية هذا ال شو اسمه هذا التحفيز مات، يعني نهاية التحفيز مات الفيتريكل تطلع لي التي ويف. وتصير بعد التي ويف هم ريلاكسيشن فاز، يرتاح القلب من التي ويف لحد البي ويف ايزو الكتريكي، ما يصير عندي كهرباء. فهذه يعني الموجات بي ويف مثل الاتريال كونتراكشن، بعدين الكيو ار اس فيتريكولار كونتراكشن، كذلك التي همين، وبعدها يصير عندي ارتخاء ايزو الكتريك وتبدي بي ويف ثانية. زين الليدات مالت الاي سي جي. The detailed waveform depends on the site of the recording electrodes. يعني أنا راح أخلي electrodes أو أخلي ليدات، وال يعني الموجة اللي تطلع لي تعتمد على مكان هاي الليدات. يعني مثلاً أكو ليد راح أخليه مثلاً قدام القلب، فهو يسجل لي الكهرباء اللي قدام القلب. أكو ليد مثلاً راح يكون inferior للقلب، فهو يسجل لي الكهرباء اللي تطلع من inferior للقلب، وهكذا. فأنا عندي limp leads وعندي chest lead. chest lead هي يعني V1 و V2 و V3 و V4 و V5 و V6 هاي chest lead. وعندي limp leads يعني limp leads الليدات اللي أخليها على الأطراف، اللي هي lead 1 و lead 2 و lead 3 و lead AVR و lead AVL و lead AVF. فيقل لي حتى أسجل الليمب ليدز الالكتروتس راح اخليها على ال... يعني اخلي الالكت يعني اذا شايفين اذن الالكتروتس راح اخليهن على الذراع اليسرى والذراع اليمنى والرجل اليسرى. زين اذن الالكتروتس تتكون من ميتال بليت يعني which strapped over the flat part of the limb، يعني من صفيحة معدنية او من يعني شفت سطح معدني زين مثل الكماشة تكون موجودة على على ال يعني تنطبق على الجزء من الطرف حتى تسجل الكهرباء. زين electrode fluid or jelly is usually between the electrode and the skin to ensure a good electrical connection. يعني مرات أخلي فد fluid أو أخلي جل على على الطرف. زين شلون السونار مثلا من يخلون جل على البطن حتى يصير اكو توصيل جيد للكهرباء. فاني عدي ليدات اخليهن على الصدر وليدات اخليهن على الايد والرجل. طبعا يقول لي الرجل اليمنى ما استخدمها حتى اسجل الاي سي جي. زين ما 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 احتاج، بس مرات احتاج ليد حتى يربط لي الطرف مع الارض. زين يعني حتى يعني ما يسوي لي انترفنس وكذا، مو فد شي مهم. يقول لي in order to make recording حتى اسوي recording احتاج two endpoint connection must be made to the amplifier and there is usually switch on the electrocardiograph apparatus which make the appropriate connections internally. يعني يقول لي يابا حتى ابدي بالتسجيل يكون عندي فد نقطتين لإدخال الكهرباء حتى يشتغل لي الامبليفاير اللي يضخمني الكهرباء، وهن بالعادة نقاط موجودة على الجهاز مالت الاي سي جي، من ادوسن يعني راح شو اسمه يشتغل عندي التضخيم مالت الكهرباء. When switch and set at lead 1 the electrode on the right and left arm are connected to the amplifier. من اخلي يعني من اشغل
من يعني اربط هذه الليد وان، من اربط الليد وان واشغل الجهاز، فراح يصير عندي توصيل بين الرايت ارم والليفت ارم، يعني الجهاز راح يحسب لي ايش قد الفرق بالبوتنشيال ديفرنس، ايش قد البوتنشيال ديفرنس بين الرايت ارم والليفت ارم. زي ليش يسجل لي الفرق بين اليد اليمنى واليد اليسرى من يعني اخلي الليد وان؟ هسه بعدين راح نشوف ليش. اذا السويتش خليته على الليد الثاني، ويعني يعني ربطت الليد الثاني، راح يحسب لي الفرق بين الجهود بين الرايت ارم والليفت ليج. من اخلي السويتش او اربط الليد الثالث، راح يحسب لي الفرق بين الليفت ارم والليفت ليج. زين، فهذا الشيء يعني راح يعطيني بعد ليدات اضافية، يعني راح يعطيني الاي في ار والاي في اف والاي في والاي في ال. زين، فانتم حفظوها انه الليد وان يا فرق بين الجهود بين يا جزء ويا جزء. الليد وان بين الايد اليسرى والايد اليمنى، الليد الثاني بين الايد اليمنى والرجل اليسرى، الليد الثالث بين الرجل اليسرى والايد اليسرى. زين، طبعا اكو طريقة ثانية ربط الاي سي جي بس ما نستخدمها، انه اربط احد الانبوت، يعني اربط الداخل زين مات الامبليفاير مع الليب الكترود، يعني اربطه مع طرف، واربط الداخل الثاني الانبوت الثاني مع طرف ثاني، يعني فقط طرفين استخدمه هنا أنا. بس هاي طريقة ما يعني ما يستخدموها. زين، فهنا يعني فقط راح احسب الفرق بالبوتنشيال بالليد بليب واحد. زين، احسب الفرق بالجهود بطرف واحد، واحسب المين بوتنشيال معدل الجهد بالطرف الثاني. بس قلت لكم هاي طريقة انا بنفسي ما اعرفها لين جديدة. زين، if the single limb is the right arm, the lead is termed a VR. زين، إذا الليمب بالرايت ارم راح أسميه الليد اي في ار، إذا بالليفت ارم راح أسميه اي في ال، إذا بالليفت ليج راح أسميه اي في اف. فش راح يتولد عندي؟ يتولد عندي ليد 1 وليد 2 وليد 3 وليد اي في ار وليد اي في ال وليد اي في اف. هذني السكس ليدات راح يوصلوا لي الكهرباء ويولدوا لي الموجات. هذن الاي في ار والاي في ال والاي في اف يجني من فروقات الجهد بين الاطراف الثلاثه، بين الليدات الثلاثه، يعني بين الليد الاول والليد الثاني والليد الثالث. فروقات الجهد بيناتهن هي تمثل لي هذن الاي في ار والاي في ال والاي في اف. زين، فهذن الليبليس الليمب ليدز سته. عد الكاردياك فيكتور، the figure show they have arranged to the correspond to the figure. هذا يعني رسومات التوضيح اللي حكينا. نيجي للتشست ليد. التشست ليد هن هم ستة. زين، يعطينا معلومات عن ال يعني electrical axis of the heart بالفرونتال بلين، يعني الحطن هن قدام القلب من المنطقة عظم القص لحد باتجاه الأكسلة يربطن من ال V1 لحد ال V6. زين، حتى يدرسون الاكتيفيتي ان ذا هوريزونتال بلين يستخدمون التشيس ليد. هذن يعني سينجل تشيس الكترود وول ادهنس تو ذا تشيس وول باي سكشن اند وول كونكت تو وان انبوت اوف ذا امبليفاير. يعني كل ليد من اربطه الزقه بالقلب راح هو يوصل لي الى امبليفاير محدد، يعني عندي انبوت واحد هنا، مو مثل هناك احتاجت اثنين انبوت بالليبليتس. هنا هو كل واحد راح يودي الاشارة مالته للثاني للجهاز. زين، the other input of the amplifier is connected to the electrical neural point V which is obtained by joining three lamp leads together through resistance. يعني انا هنا عندي انبوت واحد وكل واحد
يعني كل ليد من هذين الليدات الستة دا يوصل لي مربوط بالأمبليفاير اللي بالجهاز، وعندي انبوت ثاني هنا، بس هذا الانبوت الثاني هنا هو يمثل لي الليدات الثلاثة اللي مالت اللمب. زين، فالانبوت الأول هو يرتبط بكل ليد من الشاس ليد. الانبوت الثاني زين يمثل لي كل 3 ليدات من الليدات مالت اللمب. ما اقدر انا صراحة يعني هسه اوضحها لكم، بس هي الرسومات ترى كلش واضحة. شوفوا سادة، شوفوا هذا في مثلا، الانبوت واحد جايب من 3 ليدات من هاي الفي، هاي التقاء 3 ليدات مالت التشيست ليد مالت الليبنيتس، وانبوت ثاني اللي هو يعني من الجهاز، واحد ماخذه من الجهاز وواحد من هاي نقطة الالتقاء مالت 3 ليدات. زين، الصورة كلش واضحة، بس شافوا انه يعني هاي ال point B does not change its potential during cardiac cycle and this potential may thus use as a reference. مجرد يعني فت مراجعة حتى يتأكدون من صحة الربط كذا، بس هي ما يعني ما تعطيني فت شي يعني مميز. زين، As search electrode is moved across the chest, the ECG show a dominant S wave in the chest position 1 and 2, a dominant R wave in the chest position 5 and 6. يعني مثل ما راح نشوف من نربط الليدات مثل ما تشوفون بهاي الصورة من عظم القص لحد الأكسلة، فمثلا بالليد 1 وليد 2 راح يعطيني مثلا S wave، والليد 5 والليد 6 راح يعطيني R wave وهكذا. زين، ف عشان بعد ما خلصت المنظمة فشوفوا يعني شاهد الحال، هي اعرف انه اكو مصطلحات حتى احنا بالطب ما عندنا، يعني انبوتو انبوتو ما ادري شنو، بس انتم حفظوا كل ليد وشلون دا يتكون وكل ليد وشنو وكل يعني مجموعة ليدات شنو الانبوت مالتهن، كل واحدة بيها 2 انبوت، حفظوهن ان الانبوت مالت كل 6 ليدات. زين، هو صراحة ما أعرف حتى ليش دا يطوكم هذا الشي، بس يعني إن شاء الله تكون وصلت الفكرة أفضل وأحسن.